السلام عليكم، مرحبا بكم في كوجين حنونة. اليوم باش نعملو مع بعضنا برالينين بفريوة. الرسات سهلة، نستحقوها سورتو في الليجاتو في مع الكريمة بور. يلا نشوفو الطريقة. باش نستحقو 200 غرام لوز، عليهم 250 غرام سكر و 300 غرام بفريوة. بطبيعة نتوما هنا تنجمو تستعملو كمية كاملة بفريوة، معناها 500 غرام بفريوة عليها 250 غرام سكر. هنا سخنت الفور على 150 درجة، مش برشا. وباش نحط اللوز والبفريوة حكيت درجين ماكسيموم، جوست لينك البفريوة تحمر شوية باش تعطينا الكولور. بطبيعة هنا رد بالنا فماشي قشرة، فماشي معناتها في الفاكهة نثبتو ساعات تلقى كعبة معدومة ولا حاجة نحيوها. تو باش نتعداو للكراميل، باش نحط كمية السكر على نار، النار تكون هادية معنتها سينو رد بالكم يتحرق. وبمغرفة لوح كل مرة نحركو شوية كي نتحصل على التكستير متاع الكراميل نحط الفاكهة اللي عندي الكل هكايا ونخدمها. ما تخافوش راهو ملول باش تشد شوية، مواصلوا التحريك لين يعود السكر يترخف كما تراو. معناها اهم حاجه النار تكون هاديه على الاخر باش ما تغلبكمش وما يتحرقش الكراميل، خاطر اون فوا تحرق الكراميل راهي تفسد الوصفه وتولي مره. في المرحله هذه هكريتو عاود ذاب الكل. باش ناخذ الكميه ونحط على البابيي ونخليها تبرد. حلوها مليح باش تنجموا من بعد تكسروها بسهولة، واهم حاجة متمسوها شوية سخونة. تو باش نتعدوا للرحيان. بالنسبة للرحيان كل واحد وروبو متاعو المفيد، كيف يبدأ الروبو مش قوي ما تكسيوش عليه، ارحيوا شوية ورتحوا. كما ترى في المرحلة هذه نجم تحصل على البرالان اللي هو فاكهة مهروشة بالسكر فوحة برشا، تنجم تخليه شوية على جنب وتوصلوا الرحيان. كل مرة تطلع لي الفاكهة نهبطها بالسباتول ونرحي. كما قلت لكم وسعوا بالكم، قريب نكملوا. كمل الروسات نتاعنا بيان سور هيك كيما تراو ولات سايلة. نستحفظوا عليها في حكيكة بلار ونسكروها مليح تقعد لنا. ان شاء الله تكون رسيت عجبتكم، ان شاء الله ما طولناش عليكم، والى اللقاء في وصفات اخرى ان شاء الله.